كما نقولوا حنا ما توصلناش للدار، الشغل ملي كان جات العين تجي برا. هكذا عبر هذا المواطن عن مشكلة التسربات ومضاعفاتها على ساكنة البلدية الجنوبية من الولاية، خاصة مع الشح الكبير في تساقط هذا الموسم، فكثير من الشوارع تتحول إلى جداول. يعني كي نقول لك نعاني ورانا نعاني تاع الصح، يعجبني يا ربي الماء يتسير في طريق البيلك، وحنا في الدار ما كاش، في الديار هنايا كل باشي ما كاين مخصوصين ما ماكاه والماء كتشوف يسر في الطريق. وحنا رانا شايحين عندنا قريب تجي خطره في السمانه وما نستفادوش خلاص من الماء هذا والا، وديما الماء برا عند السيما ولا كثر، وهو كل يوم الماء برا يخرج. الوضعية التي أرقت ساكنة هذه البلديات تسعى الجهة الوصية لمحاربتها بشتى الطرق. ما الماء ضايع الحفر تشوف فيه، نطلب من المسؤولين يشوفوا لنا الحل هذا. من في شهر خدمنا اكثر من 155 تسرب كبير السيد الولي والمجلس الشعبي الولائي يتابع في الموضوع معنا، رؤساء المجلس الشعبيه يتابعوا في الموضوع معنا، الجزائريه المياه هذه المهام تاعها، لكن وحدها ما كفاتش، وبالتالي خصصنا بعض الاغلفه الماليه. إذن هي تسربات تؤثر على الثروة المائية من جهة، وتحرم المواطن من مادة حيوية من جهة أخرى، لذا فمحاربتها أمر مهم ومهمة الجميع.